بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في أول يوم من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أتوجه إلى الشعب المصري العظيم بخالص التقدير والاحترام، لأن الشعب هو البطل الحقيقي في كافة المعارك التي خاضتها الدولة، وتحية خاصة إلى أرواح الشهداء من الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل نصرة هذا الوطن وفي سبيل الأمن والاستقرار الذي ينعم به الجميع الآن. وتحية إلى الوفد ورجاله وتاريخه الذي يمتد إلى 100 عام، هي عمر ثورة 19 التي تجلت فيها عظمة هذا الشعب، حيث كنا أمام ثورة فريدة شهد لها العالم في أنها ثورة لا نظير لها في تاريخ الثورات. شعب كل طبقاته، البشوات والجلابيب الزرقاء والعمال والحرفيين والمهنيين، كل خرج من أجل هدف واحد وهو الدولة المصرية. ولذلك ما أشبه اليوم بالبارحة، مصر أيضا على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد من أجل تحقيق هدف واحد، تحقيق الاستقرار الأمني، الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار السياسي. ومن هنا كنا أمام تعديل 2014، دستور 2014 ليس دستورا جديدا، وإنما هو تعديل لدستور 2012، وضع في ظل ظروف صعبة، كانت الدولة المصرية في خطر، وكانت مصر كلها مهددة بخطر أن تسقط، مؤامرة كبرى كان مدبرا لمصر في أن تسقط في ذلك المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة. ولكن إرادة المصريين وتصميمهم والقوات المسلحة المصرية الوطنية والشرطة المصرية الوطنية، كنا أمام 3 استحقاقات يوم 3/7/2013، تعديل الدستور، أن نكون أمام انتخابات برلمانية، أن نكون أمام انتخابات رئاسية. وتحققت الاستحقاقات 3، إنما فيما يتعلق بالدستور كنا أمام، عندما تم التعديل 2014، ظروف في غاية الصعوبة. كنا أمام دولة مهددة بالسقوط بحرب أهلية كان مخططا لها أشرس أنواع حروب الجيل الرابع، وهي الفتن والمؤامرات والحرب الاقتصادية. إنما إرادة المصريين استطاعت في ذلك الوقت أن نكون أمام موائمات وموافقات لنكون أمام دستور 2014. الآن ونحن في 2019 تغيرت الأوضاع، وكنا أمام استقرار أمني، استقرار اقتصادي، استقرار سياسي. فالدستور كائن حي بيتغير طبقا لمتغيرات المجتمع، ومن هنا كانت التعديلات الدستورية الحالية، كل هذه التعديلات بتصب في مصلحة الدولة المصرية، في مصلحة الوطن، في مصلحة المواطن. ومن هنا فأنا بدعو الشعب المصري العظيم صاحب الحضارة التي تمتد إلى 7000 عام، صاحب الخبرة السياسية التي لا تتوافر في على مدار 7000 عام، بندعوه إلى أن يشارك ويشارك بكثافة في الاستفتاء،
خصوصا أن الاستفتاء بيتم عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات. هذا القانون الذي أصدره البرلمان الحالي طلعنا فيه على المفوضية الهندية وجنوب أفريقيا وكافة الضمانات الانتخابية في كافة قوانين ودول العالم، وكنا هذا القانون اللي أي استفتاء أي انتخابات بتتم بكافة النزاهة وكافة الضمانات في أن ما يقول به الناخب في الصندوق هو ما ستعلنه النتيجة. وده يؤكد أن القيادة السياسية جادة في أن نكون أمام ديمقراطية حقيقية، لأنه لو لم تكن جادة ما صدر هذا القانون. هذا القانون صدوره يؤكد أننا نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة، السيادة فيها للشعب والسيادة فيها للقانون في هذا الشأن. ولذلك بنقول للجميع انزل وشارك، صوتك أمانة لابد أن تؤديه، صوتك اللي هتقوله في الصندوق هو ما ستعلنه النتيجة، صوتك هو بمثابة طلقة بتوجه إلى صدر الإرهاب والمتربصين والمريدين الكيد لمصر وإيقاع مصر. نقول للجميع أن إرادة المصريين هي التي ستنتصر، إرادة المصريين هي التي ستهزم كل محاولة للنيل من صلابة هذا الشعب. بنقول للوفديين انزلوا وشاركوا، لأن رأي الحزب باستطلاع القواعد الحزبية في كافة لجان المحافظات، رأي الهيئة العليا بعد أن استطلعت رأي القواعد في المحافظات، رأي الهيئة البرلمانية كانت نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 93.5%. لما كنا حزب ديمقراطي بيؤمن بالرأي والرأي الآخر، ما تستقر عليه رأي الأغلبية ويعتبر إلزاما للجميع فإن هذا هو رأي الحزب المعلن، وهو الموافقة بنسبة 93% على التعديلات الدستورية. حمى الله مصر، عاشت مصر حرة أبية، وعاشت إرادة المصريين إرادة صلبة قوية تنتصر دائما وأبدا في تاريخ مصر العريض للدولة المصرية ولحماية الدولة المصرية ولحماية الوطن والمواطن. شكرا.